مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب زرد، بركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمس سماره، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. لن يكون غريبا أن نجد مبادرات من رجل نذر نفسه لخدمة العمل الاجتماعي ولتنمية القطاعات خاصة القطاع الفلاحي. فاللقاء ديال اليوم كيدخل في اطار مجموعه من اللقاءات ومجموعه من الندوات اللي غادي تنظمها الجمعيه في اطار شراكه مع مجموعه من الجمعيات ديال المجتمع المدني. الهدف ديالنا اولا هو تسليط الضوء على مجموعه من يعني من الاهتمامات ديال الساكنه المكنسيه على جميع المستويات، المستوى ديال الرياضه، المستوى الاقتصادي، المستوى الفني، الثقافي الى غير ذلك. فاختارينا نبداو هذه السلسله ديال اللقاءات بواحد الفاعل اللي كيساهم في جميع الميادين، اللي هو الجسم الصحفي، اللي هو الصحافه، الاعلام، المعلومه، نقل المعلومه، وسائل نقل المعلومه. وكيف لاحظتوا كانت مجموعه ديال التدخلات، مجموعه من يعني من خبراء اللي جاوا باش انهم ياثروا هذا اللقاء هذا ويعطيونا الراي ديالهم، وكذلك باش انهم ينوروا الراي العام المكناسي فيما يخص الدور ديال الصحافه، لانه بدون صحافه ما يمكنناش نهضروا على تنميه محليه سليمه، لانه المواطن هو في حاجه الى يعني واحد الخبر سليم، واحد الخبر شفاف اللي غادي يمكن له باش انه يكون واحد الراي ديالو وياخذ واحد القرار، واحد القرار اللي في غالب الاحيان ذاك القرار كيدخل في اطار المساهمه في التنميه المحليه. كجمعويين ولكن كذلك يعني كاولاد مكناس، تنظن بانه مكناس ماشي هذه مكناس اللي كنعرفوها، هذه باش مكناس اللي تربينا فيها وكبرنا فيها وترعرعنا فيها، مكناس كيف قلت لك، مكناس التاريخ، مكناس الرياضه، مكناس المسرح، مكناس الفن، مكناس السياحه. فكاين مجموعه ديال الميادين اللي مكناس يعني تراجعت فيها، والهدف ديالنا في هذا اللقاء هو هذا، يعني اولا ان نخلقوا واحد المناخ ديال الحوار، حوار شفاف، حوار من اجل البناء، حوار من اجل المصلحه العامه، حوار من اجل مكناس دارنا كيف تنقولوا، باش انه مكناس ردوا لهذاك الاعتبار ديالها. مكناس عندها مؤهلات يعني مؤهلات ضخمه اللي تنظن ان هذا الدور ديال الجميع، الدور ديال السلطات، الدور ديال المجتمع المدني، الدور ديال الساكنه، باش اننا نردوا ذاك البريق ديال مكناس بجميع المستويات. فالرياضه كجميع يعني جميع الميادين اللي في مكناس كاين واحد التراجع، يعني نتائج تهضر. النادي المكناسي لكره القدم يعني باش يكون في قسم الهوات، يعني هادشي ما عمرنا ما حلمنا به. النادي المكناسي ديال كره اليد باش انه يكون في الوضعيه اللي هو فيها الان، يعني هذا شيء جد مؤسف. انا كانت عندي واحد التجربه، للاسف كانت واحد التجربه اللي ما استمرتش نظرا لمجموعه من الظروف المحليه، مره اخرى من اجل انجاح التجربه في اي ميدان من الميادين ماشي غير الرياضه، هذا راه المسؤوليه للجميع، ماشي المسؤوليه غير ديال واحد، يعني واحد الفاعل واحد، الى تضافروا جميع الجهود باش انها تخدم باش تنجح ذاك المشروع، غادي تكون نتائج حسنه، والا يعني ما غاديش تكون هذيك النتائج الحسنه. فباش نرجع لك بالنسبه للقرار ديال وزاره الشبيبه والرياضه، فتنظن هذا قرار ديال وزاره، هذاك وزير، يعني ملي كيكون قرار ديال وزير يعني خصنا نشوفوا الحيتيات ديالو، علاش تخدى ذاك القرار، شنو هما الحيتيات. ونتمنى انه يعني بغض النظر انه نفتحوا واحد الصفحه جديده،
يكون واحد الصفحه اللي يكون فيها التصالح، يكون واحد الصفحه اللي كاملين نمدوا يدينا لبعضياتنا ونرجعوا الثقه، لانه الهدف ديالنا هو النادي المكناسي بجميع فروعه، لا كره القدم، لا كره اليد، لا كرة الطائرة، يعني لا كرة السلة، البين بوين، يعني جميع الفروع، باش انها ردوا لها داك الهبة ديالها كيف تنقولوا. وهذه مجموعة، هذه يعني مسؤولية ديال الجميع، وان شاء الله ما كيكون غير الخير. كلمة أخيرة للجمهور النادي المكناسي وساكنة العاصمة الإسماعيلية. النادي المكناسي تنقول لهم النادي المكناسي الكوديم ديما في القلب، توني بون، ما يكون غير الخير إن شاء الله، لأنه الكوديم كتبقى ديما كوديم. واللي كيبغي مكناس كيبغي الكوديم، واللي كيبغي الكوديم كيبغي مكناس. وان شاء الله انا جد متفائل انهم مكناس غادي ترجع.